السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن البابل سورت. الهدف من البابل سورت ان انا ارتب عناصر الاري بحيث ان الاري يبقى مترتب من الصغير للكبير. فالفكره في البابل سورت ان انا بقارن كل عنصر بالعنصر اللي بعده، بشوف مين فيهم الصغير وبجيبه قدام. يعني انا اول مره هقارن الخمسه بالتسعه، الخمسه اصغر من التسعه يبقى هسيبها في مكانها. المره اللي بعد كده انا خلصت الخمسة، هقرا التسعة دلوقتي واقارنها باللي بعدها، واقارن التسعة بالاتنين. الاتنين هي الصغيرة فهجيب الاتنين قدام، يبقى هعمل سواب واجيب الاتنين قدام. بعد كده هقرا العنصر التالت اللي هو التسعة، هقارنه بالاربعة، فهل الاربعة هي الصغيرة؟ اه، فهجيب الاربعة قدام. بعد كده هقرا العنصر الرابع اللي هو التسعة، هل التسعة أصغر ولا الخمسة؟ الخمسة هي الصغيرة فهجيب الخمسة قدام. بعد كده هقرا العنصر الخامس في الأري اللي هو التسعة برضه، أقارنه باللي بعده، التلاتة هي الصغيرة. كده أنا خلصت أول إتريشن، لأن أنا قارنت كل عنصر باللي بعده. في الإتريشن اللي بعدها هنلاحظ إن في الإتريشن الأولى آخر عنصر قريته كان العنصر الخامس، لأن أنا العنصر الخامس قارنته باللي بعده، إنما مش هقرأ العنصر الأخير، لأن العنصر الأخير مفيش حاجة بعده. فأنا في أول إتريشن بدأت من العنصر ده، وآخر عنصر قريته كان العنصر ده. فأنا مثلا لو سميت الكاونتر اللي هو بيمر على عناصر J، هلاقي في أول إتريشن J بدأت من الزيرو وآخرها كان هنا. الإندكس بتاع العنصر ده، نلاحظ إن لو عناصر الأري عددها n، فالإندكس بتاع آخر عنصر هو n ناقص واحد، وبالتالي الإندكس بتاع العنصر اللي قبل الأخير هو n ناقص اتنين. فأنا ممكن أقول إن الجي بدأت من الزيرو لحد قبل ال n ناقص واحد. هنا أنا كاتب هنا أقصد لحد قبل ال n ناقص واحد، مش لحد ال n ناقص واحد نفسها، لأن أنا العنصر اللي قبل n ناقص واحد هو n ناقص اتنين اللي هو العنصر ده. بس احنا هنا انا كاتبها لغايه اللي قبل ان ناقص واحد علشان تبقى شبه الفانكشن بتاعت رينج، لان الفانكشن بتاعت رينج مش بتوصل لاخر عنصر. لو انا قلت له من زيرو لان ناقص واحد، يبقى هنا الجي هتمشي من اول الزيرو وهتقف اخر حاجه عند ان ناقص اتنين، وهو ده اللي اقصده هنا. فالكلام ده كان في الفيرست اتريشن. نشوف كده السكند اتريشن تبقى عامله ازاي. هاخد الاري اللي انا وصلت له ده، في السكند اتريشن برضو هيبقى عندي متغير اسمه جي، وبرضو هيمر على العناصر. هقارن برضو كل عنصر باللي بعده، هقارن ده باللي بعده، وبعد كده هاخد اللي هنا اقارنه باللي بعده، واخد اللي هنا اقارنه باللي بعده، وهكذا. بس مش هقارن اخر عنصرين تاني، لان انا اخر عنصرين قارنتهم قبل كده لما قلت هي التسعة اكبر ولا التلاتة، وجبت التلاتة قدام. فانا مش محتاج ان انا اقرا العنصر ده واقارنه باللي بعده، لان هما خلاص اتقارنوا قبل كده. وبالتالي هقول إن الجي مش هتبدأ من هنا وتنتهي هنا، لأ، المرة دي الجي هتبدأ من هنا وتنتهي عند العنصر اللي قبل، بحيث إن آخر مقارنة عندي تبقى بين العنصر اللي هنا واللي بعده، لكن العنصرين دول خلاص مش هقارنهم تاني. فيبقى كده في السكند إيتريشن الجي هتبدأ من الزيرو لحد اخر عنصر انا واقف عنده ده ان ناقص واحد، ان ناقص اتنين، ان ناقص تلاتة، اخر عنصر ان ناقص تلاتة اللي هو قبل ان ناقص اتنين. يبقى الجي هتقرا من زيرو لحد قبل ان ناقص اتنين، يعني الرينج من زيرو لان ناقص اتنين. ده كده كان في السكند اتريشن، بس انا لسه ما نفذتش السكند اتريشن. هنفذ السكند اتريشن، هقارن الخمسة بالاتنين، مين الصغير؟ الاتنين هي الصغيرة، فهعمل سواب والخمسة تيجي هنا. خمسة أصغر ولا الأربعة؟ الأربعة، الأربعة تيجي هنا وأعمل سواب. خمسة أصغر ولا خمسة؟ هما الاتنين زي بعض، فحتى لو عملت سواب بالنتيجة واحدة. الخمسة ولا التلاتة؟ يبقى التلاتة تيجي قدام. بس ومش هعمل مقارنة تاني، لأن أنا خلاص هنا الخمسة والتسعة، التسعة بقيت متأكد إن هي في مكانها الصح من الإتريشن اللي فاتت، فخلاص مش هقارن الخمسة والتسعة تاني.
طيب بالنسبة للثيرد اتريشن هناخد الاري ده بالنسبة للثيرد اتريشن عندي الجي هتبدأ من الزيرو وتنتهي المرة دي هتبقى آخر عنصر هو ده لأن أنا المرة اللي فاتت كنت وقفت عند العنصر اللي قبل الأخير أو العنصر التالت من ورا هنا هقف عند العنصر الرابع من ورا 1 2 3 4 فالجي هتبقى من زيرو لحد ده إن ناقص 1 2 لحد قبل إن ناقص 3 دي جي. فأقارن أول حاجة الاتنين بالأربعة الاتنين هي الصغيرة الأربعة بالخمسة الأربعة هي الصغيرة وآخر عنصر هقراه هو الخمسة الخمسة هي الصغيرة فالخمسة التلاتة هي الصغيرة فالتلاتة تيجي هنا والخمسة تيجي هنا ومش هقارن أي حاجة هنا تاني لأن خلاص العناصر اللي هنا اتحطت في أماكنها الصح. الإتريشن الرابعة لو دي عندي في الإتريشن الرابعة كانت أنا آخر عنصر في الإتريشن اللي فاتت قريته كان العنصر التالت فيبقى هقف هنا عند التاني هقارن بس الاتنين دول ببعض يبقى جي من زيرو لحد هتبقى ان ناقص 1 2 3 لحد قبل ان ناقص 4 هقارن هبدأ بالعنصر الأول الاتنين هي الصغيرة خلاص بعد كده هقرا التاني أقارنه باللي بعده برضو الأربعة بالتلاتة الأربعة هي الصغيرة خلاص ومش هقرا أي عناصر تانية لأن أنا حطيتهم قبل كده في مكانهم الصح. بالنسبة لآخر إتريشن أو الخمسة دي كده الإتريشن الخمسة المرة دي أنا في الإتريشن اللي فاتت كنت آخر عنصر وقفت عنده هو التاني هنا في الإتريشن دي هقرا الاتنين بس يبقى كده الجي هقول إن هي بدأت من الزيرو وقفت لحد ناقص 1 2 3 4 لحد قبل إن ناقص 5 يعني هتقف لغاية إن ناقص 6 فهقرا الاتنين بس أقارنها باللي بعدها هل الاتنين هي الصغيرة ولا الأربعة؟ الاتنين هي الصغيرة فهسيبهم مكان وكده أبقى خلصت الإتريشنز كلها. طيب أنا دلوقتي أنا قلت إن أنا في أول إتريشن الجي وقفت أو الرينج كان لحد إن ناقص 1 في تاني إتريشن الرينج إن ناقص 2 الإتريشن التالتة كان إن ناقص 3 فأنا ملاحظ إن أنا كل إتريشن عندي الرينج بيبقى إن ناقص الرقم اللي هنا عمال يزيد. فهنا عشان أنفذ الكلام ده محتاج كمان متغير اللي هو الاي الاي هي اللي هتحدد لي عدد الاتريشنز اللي في الالجوريزم عندي. فهنا هنشوف انا كان عندي كام عنصر هنا عندي 6 عناصر نفذت كام اتريشن نفذت 5 اتريشنز لان انا في اول اتريشن بقرا العناصر كلها ما عدا الاخير بعد كده بقلل من العناصر دي واحد بقلل واحد بقلل واحد فبسبب ان انا في البداية ما قريتش العنصر الاخير بقى عدد الاتريشنز هو نفسه عدد العناصر اللي هنا فعدد الاتريشنز كده بقى عبارة عن ان ناقص الواحد فانا محتاج اللوب بتاعة الاي تتنفذ ان ناقص واحد من المرات يعني الرينج بتاع الاي هيبقى من زيرو لان ناقص واحد. طب هو معنى كده ان اخر قيمة الاي توصلها هي كام؟ اخر قيمة هي مش هتوصل لان ناقص واحد هي هتوصل لان ناقص اتنين لكن عدد مرات التكرار هي ان ناقص واحد. طيب ايه علاقة الاي بالرقم اللي انا بطرحه هنا من الان؟ لو كانت الاي في اول اتريشن بزيرو انا هنا طرحت واحد لما كانت الاي في الاتريشن التانية بواحد طرحت اتنين في الاتريشن التالتة الاي باتنين طرحت تلاتة واضح ان انا بطرح قيمة الاي وبطرح واحد كمان يعني هنا في البداية طرحت الاي اللي هي زيرو وطرحت واحد يبقى واحد هنا طرحت الاي اللي هي بواحد وطرحت كمان واحد يبقى ناقص اتنين
هنا طرحت الـ i اللي هي باتنين، وطرحت كمان واحد يبقى ناقص تلاتة. فأنا بوجه عام بقول إن الـ j بتبدأ من الزيرو وبتنتهي لحد n ناقص الـ i ناقص الواحد. طيب الـ i الحدود بتاعتها كام؟ من زيرو لغاية n ناقص واحد، لأن إحنا قلنا عدد الـ iterations كلها n ناقص واحد، لسبب إن أنا في البداية ما قريتش العنصر الأخير ده، وأفضل أكرر كل مرة. يعني الرينج ده بيقل واحد بيقل واحد بيقل واحد، فيبقى عدد الإتريشنز أو عدد المرات اللي أنا هفضل أقلل فيها الرينج هو نفس عدد العناصر اللي هنا، وعدد العناصر اللي هنا هو n ناقص واحد. عايزين نحول الكلام ده الكود، يبقى أنا محتاج function اسمها bubble sort تاخد مني الأري اللي أنا عايز أرتبه. بحتاج إن أنا أعمل for loop حدود الـ i، احنا قلنا الـ i هتبقى من 0 لغاية n ناقص 1، مش هتوصل لـ n ناقص 1 طبعا، لكن حدود الـ j، الـ j هتبدأ من 0 وتنتهي عند n ناقص الـ i ناقص 1 حسب العلاقة اللي احنا استنتجناها. كل مرة هقارن العنصر اللي عند الـ j باللي بعده، أشوف لو العنصر اللي عند الـ j لو العنصر اللي عند اللي بعد الـ j هو الصغير أصغر من العنصر اللي عند الـ j، فإيه بعمل سواب بين الـ array of j والـ array of j زائد واحد. الكلام ده خليه بيساوي array of j زائد واحد و array of j، بس أنا هنا الـ n عندي مش متعرفة، هعرفها إن هي لينس الـ array. يبقى أنا كده كل مرة هقارن الـ j باللي بعدها اللي هو j زائد واحد، لو اللي بعدها أصغر منها هجيبه قدام. يعني مثلا الأري ظهر عندي فيه خمسة وراها تلاتة، فلو التلاتة هي الأصغر هجيب التلاتة قدام، وبعمل سواب. بعد ما بخلص الاتنين فور بعمل return للأري اللي عندي. نجرب الفانكشن، هعمل print للبابل سورت. لو بعت لها الأري ده خمسة واحد اتنين أربعة ستة مثلا عشرة، أعمل run ألاقيه واحد اتنين أربعة خمسة ستة عشرة. طيب الـ time complexity بتاعته، أنا عندي هنا for loop n من المرات أو n ناقص واحد يعني، بس هي بالتقريب n، و for تانية معتمد على الـ n برضو يبقى n من المرات. يبقى هنا عندي n و n، يبقى الـ complexity بتاعته n squared. مرة تانية الألجوريزم ده فكرته إن أنا كل عنصر بقارنه باللي بعده، العنصر اللي أنا بقراه بسميه j واللي بعده هو j زائد واحد، فأنا بقارن الـ j والـ j زائد واحد مع بعض. لو j زائد واحد هو الصغير اعمل سواب وهاته قدام، فيجيب الواحد قدام والخمسة، إنما لو مش هو الصغير خلاص مش هيعمل حاجة. بتفضل تعمل سواب. طب حدود الـ j دايما بتبدأ من الزيرو وتنتهي عند الـ n ناقص الـ i ناقص واحد، حيث الـ i دي من الزيرو لغاية قبل n ناقص واحد، لأن احنا قلنا عدد الـ iterations كلها هيبقى n ناقص واحد من المرات.